كمل مشوار المجرات والبتاعات الحلوة، شوف سالفتهم بالضبط. شنو ضمننا الحين انه اثنين بيجون معنا او وافقوا انهم يجون معنا؟ اثنين او ثلاثة هم، اتوقع اثنين. ف يعني Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Novaria. Novaria, okay, Novaria. يلا مشينا Novaria. اوه لا باقي هنا. تقوم باقي هذه ما سويناها. يلا لاند 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 يلا. روح نسوي هذه، نسيت عنها والله. لأن وقفت شوي ورحت خلصت لي كم شغلة برا الجيم يعني ورجعت، فعشان كذا ما تذكرت. طيب جارس كان كويس لكن ودي آخذ إيدي وجيمز هالمرة، وهذا اللي شكله بيصير. شكله إيدي وجيمز، لا يا إيدي وجيمز. يلا نشوف ايش بيصير معهم هذول، لان اخذنا ليارا وجيمز واخذنا ابو الشباب الاول نسيت اسمه الحين، والاستاذة ليارا. طيب هذا الظاهر انه هذا جيمز على ما اظن، ف نشوف هنا وش فيه. في كتانا وفي ام 27، شكلنا بناخذ كتانا لانه كتانا احسن. يا الله معليش جاز، بس اضبط جلستي الكرسي بس. نشوف هذا اذا قوينا شوت جن شريدر مود. اوكي اكيرسي جنرال انكريز شوت بتان، هذا مش بطال لكن هذا اقوى، هذا اقوى ف اكسبت. يلا ايدي على اسلحتها ما تغيرت، بس باقي هنا في شيء. يس بليز حط هذه modify. هنشوف طيب increases melee damage by 15. لا ما نبغى increase round. اه يا هذا احسن. confirm. يلا مشينا. اه ايدي عندها. طيب اوتو جيمز 5. او حلو. انا سويتها قبل لا ابدا يعني اول ما بديت اسجل كنت مخلصها يعني. يلا confirm مشينا. اخ استغربت انه قال لي عفوا استغربت انه قال لي حط السي دي ثاني. غريب يعني، هل كل النص يعني المفروض ان نص الجيم يكون في السي دي الاول نص الجيم في الديسك في السي دي او في الديسك الثاني، بس ما احس اني وصلت نص الجيم. هذا اللي قابلناه يوم مع البلاتون حقه. الحين نروح ندور البام. لازم نروح نخرب البام، نسوي له ديفيوز او ديس ارم، يعني نفس الكلمة. كانوا حاطين البام عشان كان في حرب أهلية بينهم وبين الكروجنز الظاهر، وحطوا البام عشان بس يضمنون انه ما يصير في حرب مرة ثانية.
دائما انسى اني ما اخذ كفر ذا اللعبه. يا الله المفروض اني اتعود عليها يعني، نفس جيرز بالضبط. اي بصراحه عارف انه بيجيني سؤال وين ليه ما تنزل جيرز، لكن ما العب جيرز انا لاني. طيب اوكي في ناس هنا، خذ يا حبيبي. يلا مشينا. اوه اهلا. حلوه ال ما ادري ايش اسمها هذه. خذ يا شيخ. اوكي لازم نروح هناك. شو هذا؟ ام اف ولي ولي هو اللي يطلق هذي. خذ يا رجل. ابعد ابعد. هذا مات. لا والله باقي. اوه باقي واحد ثاني. يا الهي انقلع يا شيخ. ريأكتيفيت. طيب نشوف هذا وين نحط. السنايبر ما يعجبني، لكن شكله فيه طلقات اكثر، فهذا الدمج حقه اكثر تصدقون. ف راح نخلي ذا حقنا وبعدين نظبطه نظبطه في شو اسمه الشوتجن. حلو الهيد شوت في اللعبة. مشكلة ما يقول لك انها هيد شوت، بس تعرف يعني انه جت هيد شوت، لانه تحس انه اصلا ما زين عليك. ازهلها. شيلز قال سمعت. ما في شيلز يا حبيبي. ما عليك ما عليك ما عليك. بس خذ يا شيخ. طيب رياكتيفيت. يلا يلا يلا. Cerberus is putting up a fight, but the 9th platoon is advancing, Commander. Good work, Lieutenant. Oh.
يقهر يقهر هذا يقهر اذا شو اسمه. اوه اتشيفمنت جديد. انا ما قاعد اركض لاني ترى مو بلاني ما ابغى اركض بس لانه احس انه لما امشي لما امشي شوي امشي شوي شوي اشوف اللي حولي واعرف وين اروح وين اجي ف يعني ان شاء الله انه ما يكون شيء مخيس اني ما قاعد اركض. اوكي بيستل نزل هنا. اوه طيحناهم. ما ادري اذا كنا اصلا مفروض نطيحهم ولا الوضع بالصدفة ولا وش. اوه 5000. يلا ري اكتيفيت. قنبلة قنبلة. خلنا نشوف هذه اصلا ايش قاعد تستعمل الحين. احنا حاطينها على اوفرلود افكتيف اجينست شيلدز باريرن. اوكي هذه شوت مور واب. ندري بنستعمل هذه ونستعمل هذه. لا حقتها ما تصلح لهذول. او لا سوري ما ابغى هذه. حقتها ما تصلح الا اللي عندهم شيلد. اوكي يلا مشينا. اشياء هنا يبدو انه بيطلع لي شيء الحين مو طبيعي. احس يلا طلعنا فوق. والله ما ادري شو اخذت من قبل شوي. سنايبر رايفل سمثينج سمثينج. اوكي شو هذا؟ هذا شيء ما ناخذه. يلا كلكم. وشو هذا؟ ميد كيت. طيب وش اسمه؟ ليش هذا ينور؟ ما اقدر اخذه. يمكن ما اقدر اخذه ما ادري. I need to create a bypass. That'll take time. But like you said, no trigger, no explosion. We'll make sure you have the time you need, Lieutenant. مالك زلا انت زلا زلا يا لوتنت فيكتوس. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. اسلم. ايوه. Damn it. Commander, focus on the bomb. We'll handle Cerberus. وش هذا على بال زابن الحين يعني ولا وشو؟ اخ خير اطلع من مكانك.
خذ. نحط هذا هنا، نحط هذه هنا. شفت ذا شلون طار؟ هذا اتوقع ان صديقتنا كويسه. ايدي ما عليها. شنب شنب. انا ما ادري ليش انا قاعد اطلق من اطق من بعيد، يعني اسمه ملي اتاك، المفروض اني اطق من قريب. خلاص لا باقي واحد. اوكي هذا من جد بطير ام امه. باقي وش ذا؟ ووك يا ساتر يا ساتر. في احد جاي من هنا؟ بتأكد بس عشان ما اصير حطيت ربعي هناك و... أوه ما عندي رصاص، بس عندي القوة الخارقة حقتي. ريلود. اوه خلص صديقنا. يلا الكابريو روح بس. احس انه بيجي سنايبر بيشيل راسه. ولا انا بتنفجر القنبلة واحدة منهم. خلاص. ايوه ايش بيسوي المهبول؟ يا ساتر يا الهي. هذه القنبلة الاصلية اللي طاح بس البتاع حقه. مات ولده. شو نقول له الحين بالله؟ Primark.
spend your whole life making up for your mistakes. At least the guy went out in a blaze of glory. We still talking about the Primarch, son? Sure. قهر والله. I'm getting tired of seeing people die. The losses are unfortunate, Shepard. But preserving the peace between Turians and Krogan could prevent the deaths of millions. I know, Edie. But right now, I just don't give a damn about politics. T'Chunker, Commander. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb. They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. When he heard, Reeve contacted the Primarch and gave him an earful. I imagine. He was angry with the actions of the 9th Platoon and the Primarch's own son. Helped smooth things over. Relations are strained, but holding. Good to hear, Admiral. The Genophage is dealt with, but we still have a lot of work to do. Yes, sir. Hack it out. طلع 10,000. حلو. مو بشينا. ميهي بشينا. ميهي بشينا. طيب خليني بوقف هنا واجيكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. يلا.